خلينا بس قبل ما اتكلم نروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه نعرف منه اخر الاجواء قبل ما يروحوا اللعيبه لملعب المباراه. اتفضل يا كريم. جزيل الشكر ليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. تحدي جديد في بطوله الدوري العام، واحده من اهم المباريات اليوم، الاهلي وطلائع الجيش على استاد الكليه الحربيه، هي احد المباريات المؤجله. عشان كده يمكن اهميه المباراه في هذا الشق طبعا نتكلم فيه طبعا معاك كابتن ايمن، لان انت عارف احنا محتاجين نقاط الفتره القادمه. النادي الاهلي خلاص يتبقى له 21 نقطه بمشيئه الله للتتويج ببطوله الدوري العام، يعني من 7 مباريات. عشان كده المباريات المؤجله دورها كبير جدا ومحتاجه تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين والاصرار الكبير والمعتاد عن فريق النادي الاهلي بمشيئه الله النهارده نشوفه في ارضيه الملعب. رغم يمكن الترتيب الخاص بطلائع الجيش والظروف الخاصه طبعا اللي بتمر بيه، وتحديدا كمان المدير الفني كابتن عماد النحاس، عشان كده عندهم اكيد دوافع كبيره جدا في مواجهه النادي الاهلي كالعاده. النادي البطل كل فريق بيقابل النادي الاهلي بتكون مواجهه كاس او ممكن بيحاول ان هو يتالق فيه سواء الجهاز الفني او اللاعبين. عشان كده بنقول للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني محتاجين تركيزكم الكبير جدا، ومحتاجين ان احنا ان شاء الله باذن الله نحسم هذه المباراه في البدايه. رغم الغيابات ويمكن امور عديده جدا هنتكلم طبعا كالعاده معاك كابتن ايمن فيها، يعني بنقول النهارده اكثر من لاعب مش هيكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي. مش هنقول القائمه لكن نقدر نقول يا كابتن ايمن النهارده بيغيب عن قائمه فريق النادي الاهلي وعن مباراه اليوم كل من علي معلول، مروان عطيه، الشحات، محمد هاني، وحمدي فتحي، بجانب ايضا كمان الشناوي وعلي لطفي وحمزه علاء. غيابات ان شاء الله ما تكونش مؤثره في فريق النادي الاهلي. رهاننا الكبير على السكواد الكامل وعلى الروح الكبيره التنافسيه الشريفه جدا الحقيقه اللي خلقها مستر كولر بين كل لاعبي النادي الاهلي. وما نقدرش نقول في لاعب اساسي وما نقدرش نقول في لاعب احتياطي، على قد ما احنا بنحتاج عدد من اللاعبين في بعض التوقيتات بيكون مهم جدا ان احنا ناخد منهم ال 100% زي ما مستر كولر بيقول، محتاج ان هو ياخد 100% في التدريبات وفي ايضا كمان المباريات. والمباريات الحقيقه هي الاكثر طبعا تركيزا لفريق النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي. عشان كده بمشيئه الله الغيابات تكون دوافع للاعبينا، مباراه مهمه جدا، الدخول في المباراه يكون جيد لفريق النادي الاهلي، التحضير رغم ضيق الوقت، يعني فتره صعبه كابتن ايمن جدا، 23 بتلعب مباراه، 26 هتلعب مباراه، 29 وبتحضر كمان لمباراه النهائي اللي كل جمهور النادي الاهلي بينتظر هذه المباراه. عشان كده يعني بنلتمس كل العذر للجهاز الفني على التحضير وايضا كمان لفريق النادي الاهلي، لان الهدف اكيد هي البطوله الافريقيه، لكن النادي الاهلي معودنا بيخلص مباراه بمباراه بنبدا نفكر في المباراه القادمه. عشان كده النهارده تركيزنا كله يكون في المباراه، مباراه اليوم، مباراه طلائع الجيش. كمان يمكن عايزين نقول في باد لك بيقابل حراسه المرمى فريق النادي الاهلي، الشناوي بيغيب وعلي لطفي الحقيقه يعني يمكن عنده باد لك كبير جدا، لكن ثقتنا كبيره جدا جدا في مصطفى شوبير اللي ان شاء الله باذن الله النهارده يكون متالق، حارس موهوب عنده ثقافة، عنده وعي، مثقف جدا، عارف أهمية هذه المرحلة، عارف يعني إيه يكون حارس عرين النادي الأهلي في هذه المرحلة المهمة جدا. عشان كده بنتمنى كل التوفيق والدعم الكبير جدا من جمهور النادي الأهلي لمصطفى شوبير اللي بمشيئة الله النهاردة يؤدي أداء مميز مع كل المجموعة. توظيف النهاردة ممكن نشوف بقى يعني محمد أشرف النهاردة ممكن نشوفه، خالد عبد الفتاح، عدد من لاعبي النادي الأهلي، زي ما مستر كولر قال هندي الفرصة لكن لابد إن أنت تديني كل قوتك في التدريب. فإن شاء الله بإذن الله يكون موفق جدا مستر كولر في اختيار التشكيل، وأيضا كمان لاعبتنا إن شاء الله باذن الله يكون كل التوفيق معاهم في مباراه اليوم. الامور الاعتياديه كالعاده كابتن ايمن طبعا في فندق الاقامه، برنامج الخاص بفريق النادي الاهلي طبعا، وجبه الفطار، الغداء، المحاضره الفنيه الاخيره طبعا فندق الاقامه اللي بياكد عليها مستر كولر في كل نقاط القوه والضعف واهميه المباراه، للتشكيل ازاي هنبدا المباراه، تقسيم المباراه بشكل كامل. فيا رب يا رب ان شاء الله النهارده كل المناخ الطيب طبعا المتوفر من لاعبي النادي الاهلي، ايضا كمان في اوضه اللبس دور مهم جدا لكل اللاعبين، النجاح من اوضه اللبس يا كابتن ايمن خبرتك الكبيره انت عارف هذا الامر، النجاح والروح التنافسيه الكبيره جدا والشريفه جدا اللي باكد عليها ما بتجيش من فراغ، توفيق ربنا ما بيجيش من فراغ. عشان كده يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده لعيبه النادي الاهلي يكون في قمه تركيزها، جمهور النادي الاهلي عايز يروح النهارده سعيد ومستني خلاص، عايز المباراتين القادمتين سواء مباراه اليوم او مباراه سيراميكا تنتهي عشان عنده امل في البطوله الافريقيه ان هو باذن الله ان شاء الله تكون المباراه الاولى من نصيب النادي الاهلي بالجهد الكبير وبالتركيز وبالحضور الجماهيري اللي منتظرينه مشيئه الله. لكن النهارده ان شاء الله هدفنا كله وتركيزنا كله في مباراه طلائع الجيش، يا رب كل الظروف والمناخ يكون معانا كابتن ايمن بمشيئه الله، زي ما كل جمهور نادي الاهلي متعود بننقل كل الاجواء والكواليس الخاصه طبعا بمباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه.